سالم بن علي الزهيمي، أحد أقدم الوسامين في ولاية بهلا، وجه عماني يحمل بين ملامحه خبرة طويلة متوارثة من العلاج بالكي أو الوسم كما يسمى محليا. أبوي علم عمي في الأمراض، وقام عمي يدليني أنا يفهمني، وقمت أنا أوسم على أمارة عمي، دلالة عمي. ومن ذاك عمي متوفى، وكنت أنا أوسم من ذاك الوقت من 35 سنة إلى اليوم هذه. والوسم هو عملية كي أو إحراق يقوم بها المعالج بهدف إرسال درجة حرارة مرتفعة جدا تصل إلى حرق خلايا معينة بالجسم لتجديد الدورة الدموية. ويعد الوسم من أصعب سبل الطب التقليدي، وهو آخر ما يلجأ إليه المرضى ممن لديهم أمراض مستعصية أو مزمنة، ويجب توخي الحذر في استخدامه كعلاج أو مزاولته كمهنة. فالانخراط في هذا النوع من الطب يتطلب أن يكون الوسام من أحد المتمرسين ممن لهم خبرة كبيرة. بس ضعيف كمة رأس، نعم في الكمة، نعم الجامعة كمة في الكمة، وكان وجع الحلق أو اسمه في الركبة، خبة هنا في الركبة، خبة ثلثين وثلث من الركبة، من الخبة ذيك ثلثين وثلث فوق، ما وصلت الخبة ولا تحت الخبة، طروف الخبة من فوق، والخبيث تحت الصرار وفوق عن الصرار. ومرة تقول كاس مر نفس اليوم نفس اللحظة يخف المرض عن الخبيث وعن الغاشية، نوبة تحت سلات الفؤاد وتحت عنا الثانية. والحمد لله رب العالمين، قالوا شبت إنسان، وما الحمد لله تعالى أنيت الإنسان صحي الحمد لله، ويجي بين أسبوع وأسبوعين أوقات شهر ما حد يجيك. وأكثر نبذش الكبيرين الشياب وكهو عمره من 30 سنة 25 سنة 20 سنة، أما الولاد بتو طالعين الحمد لله بخير وبخير، وتو مستشفيات